وهذا سائل يقول: تقدم أحد الشباب يريد الزواج من ابنتي، ولكن لما سألت عنه أخبروني أنه لا يصلي. السؤال: فهل أزوجه أم لا؟ لا يجوز لك أن تزوجه، ولا يصح الزواج. لو زوجته ما صح الزواج، لأن الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، ولا يجوز للمسلمة أن تزوج منه. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قوله: ولا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز تزويج تارك الصلاة حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأنه غير مسلم. من ترك الصلاة متعمدا فإنه غير مسلم، بنص الحديث: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، في صحيح مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، فهو كافر. نعم.